السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. في اليومين الأخيرة الدنيا مقلوبة بالنسبة للناس اللي هربانين من مصر وقاعدين في دول خارجية، كلهم خايفين من الترحيلات. ماليزيا، إندونيسيا، السويد، حتى اللي في تركيا كمان بيتكلموا عن الترحيلات، ولكن الخدعة الكبرى من وجهة نظري تكمن في تركيا. يا ريت تركزوا معايا قوي في الجزء اللي هقوله ده. من بين كل دول العالم انا ما يخصنيش الا تركيا، لان اللي بيحصل ده من وجهة نظري المحدودة بيحصل عشان تلميع تركيا او تلميع اردوغان في الفترة المقبلة. تهديدات وتلميحات واشتباه وتفتيش واوراق وحبس وممكن اعتقال لفتره معينه بحجه الترحيل علشان الدنيا تهيج، ويقولوا ان اردوغان خلاص بيسلم الخرفان، اردوغان بيسلم الاخوان. تطلع بعد كده اردوغان يطلع قرار بالافراج عن كل الناس دي، فيبقى اردوغان بطل قومي في نظر الاخوان واتباعهم ومحبيهم ومريديهم في الوطن العربي والعالم الاسلامي. انتبهوا للعبه دي، لان ما اعتقدش ابدا ان تركيا هترحل مصريين في الفتره اللي جايه. لو رحلت قسما بالله يبقى السيسي معلم، يبقى السيسي قوي جدا جدا جدا، زي كده ما تم اثبات قوته بان التسع ولاد اللي تم اعدامهم قبل القمه العربيه الاوروبيه مش بعدها، وبرضه قاده الدول الاوروبيه كلهم جم. اللي بيكابر اردوغان، فلو نخ يبقى جاب اخره، لو ما نخش هيتم تلميعه، لان هو خدوا بالكم انه مفيش اتفاقيه تسليم مجرمين ما بين مصر وتركيا، ده بالاساس. فالانتربول الدولي مش هيشتغل ما بين مصر وتركيا. فانا وجهه نظري زي ما بقول وبكرر، دي مجرد وجهه نظر خالصه، ان اللي بيحصل في تركيا هي مناوشات لتفخيم وتضخيم رجب طيب اردوغان في الفتره المقبله، انه هيطلع قرار مره واحده بعد حاله الهيجان والخوف والرعب والهلع اللي عند المصريين اللي هناك دول، اللي هم كلهم اصلا مش فاهمين وكلهم بالفعل خايفين. في خلال 3 4 ايام اسبوع بالكتير هيطلع يقول قرار ان احنا مش هنسلم اي مصري مطلوب للسلطات المصريه. فالناس دي هتهيج وتكبر وتسبح بحمد اردوغان. احضروا هذه المكيده وانشروها من قبل ما تحصل عشان تحرقوها عليهم ان شاء الله. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.